السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي، ومع الوحدة الأولى الأسبوع الثالث كتابة كلمات تنتهي بألف ممدودة أو مقصورة، مجال علم الأصدقاء الإملاء. إذن فهو درس في الإملاء. نقرأ معا هذه الجملة: لما دنا العيد اشترى سمير حذاء جديدا لابن جارهم الفقير. إذن أكتشف ألاحظ أن الألف قد تكون ممدودة وقد تكون مقصورة. ممدودة مثل لما، مثل دنا، مقصورة مثل اشترى ومثل موسى. أكتشف كلمات تنتهي بألف ممدودة يجب حفظها: أنا، هنا، هذا، لماذا، إذا، عدا، هدايا، خطأ، ثريا، ثغى. وهناك كلمات تكتب تنتهي في نهايتها بألف مقصورة مثل متى، حتى، سلمى، سعى، أصغى، جرى، كبرى، المصلى، الفتى. ومع أتمرن أطبق أحول كما في المثال. العدو، نلاحظ أن هناك الواو في آخر الكلمة، في آخر الاسم هناك الواو. إذن عندما نريد البحث عن الفعل فإننا نحول الواو إلى ألف ممدودة. كذلك السمو، سما بالألف ممدودة بالألف ممدودة. الدنو، دنا بالألف ممدودة بالألف ممدودة. المشي، آخر الاسم ياء، مشى، يتحول الياء إلى ألف مقصورة. الجري، جرى بالألف مقصورة. السقي، سقى بالألف مقصورة. أحول الأفعال كما في المثال: يثغو، ثغى، يدعو، دعا بالألف ممدودة، يشدو، شدا بالألف ممدودة، يصلي، صلى بالألف مقصورة لأن الاسم لأن الفعل ينتهي بالياء، ينوي، هذا في المضارع، في المضارع ينتهي بالياء، في الماضي، نوى، نوى بالألف مقصورة، يمضي، مضى بالألف مقصورة كما صححتها من قبل. هي الكتابة الصحيحة: مضى بالألف مقصورة. أكمل بالألف ممدودة أو مقصورة: دنا بالألف ممدودة وقت صلاة العيد، فسعى ألف مقصورة، سمير إلى المصلى ألف مقصورة، خطأ، يخطو، إذن ألف مقصورة داخله دون أن يتخطى رقاب المصلين ثم جلس، بعد ذلك صلى. إذن الماضي صلى بالألف مقصورة لأن المضارع يصلي، لأن المضارع يصلي بالياء. إذن عندما أحول الفعل إلى الماضي تصبح الألف مقصورة. وأصغى، أصغى بالألف مقصورة، إلى، هي كلمة لا تتغير، مؤن فاريابل، خطبة العيد ثم انصرف. إلى اللقاء أصدقائي، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وإعادة نشر فيديوهات هذه القناة المباركة. وإلى اللقاء في فيديو لاحق إن شاء الله.